بث مباشر في هذه الاثناء تم القدوم بالطفل يوسف. فرحه عارمه الان عناصر الدرك الملكي تم القدوم به من ها هو الطفل اللي كان مختطف مساء امس. خويا اش قلنا الناس اللي ضامو معاكم الناس اللي كانوا تعاملوا معاكم البارح كيبارطاجيو التصويره ديال الدري؟ شكرا الله يحفظك. شكرا الأبناء والطفل هو كما كتشاهدوا عبر المباشر فرحة عارمة تم العثور عليه. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تم العثور على هذا الطفل هذا اللي مغاربة كلهم ضامنوا معاه يعني جهود ديال الدرك الملكي اللي من المساء امس هما مرابطين في هذه المنطقه منطقه مويل الواد. يعني عاصمه الدرك الملكي بذلت مجهود جبار بالكلاب المدربه وساكنه المنطقه. اليوم تم القبض يعني العثور على هذا الطفل هذا. يعني الناس ديالو كيوجهوا تحيه لكاع الناس اللي هما ساهموا معاهم وبارطاجوا الصوره ديالهم مع هذه المساله دي. عندك يعني يعني حاليا يعني الطفل يعني هو بين احضان والديه. يعني بعد الجهود اللي تبدلات من مساء امس وعناصر الدرك الملكي والسلطات المحليه هنا والناس ديال المنطقه تم العثور على الطفل هذا. يعني بعد مجهودات يعني مساء امس الى الان تم يعني العثور على الطفل هذا وهو الان بين احضان والديه. وكنتمناو يعني هذه الحالات ما تكونش تتكرر مره اخرى. يعني بحال هذه الحالات هذا كنتمنوا انها ما تكررش ان شاء الله مره اخرى. كما تبعتوا معنا عبر البث المباشر يعني بعد يعني المواقع مساء امس اختطاف هذا الطفل هذا اللي هو يوسف اللي كيبلغ من العمر سنتين ونصف. الان تم العثور عليه.